قاعد يصارخ. هلا، ايش اخباركم؟ اليوم نسوي تطعيم حق القطط. اليوم راح نسوي تطعيم للقطط. شوفون كيف حلوين، ما شاء الله. شوفوا الأورنج، تخيل كم عمرهم صار؟ كم شفاه؟ شهرين. واو ما شاء الله، العمر كله. شوفوا كيف كيوت، شوفوا قاعد يشغبون، شوفوا تعلقت في الستارة، خربت. اوه كيوت، او ماي جاد، او ماي جاد، لا 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 لا، خربت الستارة. شكرا حق اللي دعاني، احبكم وايد وايد وايد. يلا الحمد لله، سوى اليوم بخير صح؟ صح. وقبل ما نبدا لا تنسون لايك شير سبسكرايب. يلا نروح نوديهم العيادة، وايد وايد احبهم. تحبينهم؟ هي يلا الله يحفظهم. اوكي يلا نوديهم العيادة شباب. يلا اول شيء نحطهم القفص. يلا حطيهم القفص، اول مرة بيطلعون برا على البيت. صح. يلا شليهم روحهم هرب. شوف كيف فلافي، واو وايد حلو، احلى واحد هالاورنج. يا يلا دخلي، شوفوهم داخل القفص. يلا الحين وين رايحين؟ العياده. يلا شوف شليهم، لازم نطعمهم عشان ما يمرضون يموتون. صح. الله يحفظهم. وصلنا محل البيطري. يلا جبناهم يطعمون. اول شيء ياخذوا قياس حراره. شفا متحمسه؟ اوكي كيوت. مسكين اول مره يجي الدكتور. الحمد لله حرارته حلوه 38. يلا شوفوا افتحها بالابره. شوفوا متحمسه؟ شكو مسكين ما قال ولا كلمه. يلا الحين بيشربوا دواء. شوفوا يشربوا الدواء، ها كله عشان المناعه. خلصنا الاول الحين الثاني. ما شاء الله خلصنا 5 سنين ونص. شوفوا الابره. يلا ياخذوا له القياس الحرارة نشوف يصرخ او لا. تتوقع انه يصرخ؟ يخاف؟ صارخ. اوه قام شاغب انه خايفة تشوف اخوانها يطعمونها. جربوا له دواء. يلا شطور خلص كل تطعيماتك. ابيها تكاتي هات شوفوا ما بالضبط. هي الوحيدة سبحان الله. يلا بيسوي لها التطعيم. الحين بيسوي لها الابره. يلا يلا هاي كيوت بريئه وايد صح؟ دوسري بسم الله. يلا مسكينه شربوها الدواء خلاص، هذا الدواء مال الدود. شوفوا الاورنج وزنه قالوا اضعف شوي. مسكين شباب لازم تاكلينه. اوكي اهتمي فيه. يلا الحين بيسوي لها قياس الحراره كلها. مسكين قاعد يصارخ. كيوت شوفوا طالع ممرضة. خلص يلا تعيش عند الممرضة. شباب تعطينا الممرضة. يلا هاي اخر ابرة حق اخر قط كيوت. خلصنا اخيرا. مبروك التطعيمات كلهم. خلوا التطعيم خلاص. الحين شباب انتي مرتاحة؟ الحين بالنا ارتاح الحمد لله. ان شاء الله ما يصيبهم مرض ولا يعني بحث. خلصنا التطعيم. يلا فرحانة شباب؟ يلا الحمد لله. الحين قال لازم يرتاحون ما يروحون المكان بارد دافع صح؟ صح. حافظ عليهم؟ اوكي. خلصنا. يلا. قاعد نكتب لهم جوازات. خلاص بنشتري جوازات. مبروك جوازات شفا، صار عندهم جوازات يعني بيسافروا معاك وكل شيء. اوكي الحمد لله خلصنا تطعيم. الحمد لله خلصنا. شوفوهم الحين قال الدكتور بترتفع حرارتهم لانه ماخذين تطعيم، لازم يجلسوا في مكان دافئ. اوكي وشفا قعدي معاهم حافظي عليهم. اوكي حبيبتي يعطيك العافيه. رجعنا البيت خليناهم يستريحوا 3 ساعات بعدين الحين بنلعبهم. يلا اشتقتي لهم شفا؟ شوفيهم واو فرحانين رادين البيت. شطار طعمتوا. يلا ما شاغبوا ابدا من الدكتور ما فشلونا. يحبوا هاللعب وايد، زمان اشترينا لهم مكان ببياها ما كان يعرفوا ولا شيء لما ولدوا. يلا شفا هذا لوسي. تعرفين هذا لوسي؟ يلا 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 لوسي. شوفوا يحبوا اللعب. واو شوفوا هذا شبيهة ملو. شوفوا هذا شوفوا
شوفوا كيف تلحق الحبل. واو يلا تعالي 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 يلا دور دور يلا شوفوا كلهم يحبوا اللعب. الحبل سيء بس بحب الكرات. واني يلا نجيبهم ندخلهم داخل. يلا بنطلعهم. شوفوا قاعد شوفوا الكرات من هنا. رن وان هاي أول مرة. نه شو رد فعلهم بالمسبح؟ واو كيوت. يلا لعبوا لعبوا. We come alive in the night time. Something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the night time. You and I. ترى عربانة في العالم. يلا نجوي دزها ولا يلا دز دز دز. خلنا نشتري كرات. اشتري كرات. اشتري كرات. أوكي حطها في العربانة تتسوق. يلا دز دز يلا. يلا دز. لا اشترى اللعبة كرة. محل كياتة مع الوان. الله يلا 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 لعبوا يلا. كانهم في الحضانة كيوت. مقلب العنكبوت. يلا شوفوا قاعد تنفخ بالونة عشان تسويهم تجربة. شوفوا قاعد تنفخ بالونة. هو ذكر حلو الأزرق. 1 2 3 يلا سويت حبتين واحد صغير واحد متوسط. يلا خاف البالونة. شوفوا حبة البالونة. الحين بأكلها. شوفوا جبت له مكافأة لأنه سوى تطعيم شاطر. يلا لعب شكلها كيوت. يلا نفتحها. الأكل نكهة السليمون. يمي. يلا عيبة نكهة السليمون. يلا